اسمح لي يا سي نادر. الله يهديك. واش سي الشباب هذا وين تروح؟ وزيد فايت ديريكت لصباح الخير لا والو، وين بت البارح؟ بت عندي واحد صاحبي في العاصمة. صاحبك؟ محسوبتها فيا تشوف فيا نرضع في صبعي.
ما امنتي ليش؟ قلت لك بنت عنده واحد صاحبي في العاصمه، نحلف لك. شوف نادر، المره هذه فوتها لك، المره الجايه تفهم مع باباك، فهمت؟ هفني هفني بالبوس. مولا بيتك ورا ناض ولا مازال؟ لا بيتي هذاك سيد ماشي باباك. ها اما الرجال راهم في الخدمه والشباب تاعي بيت سهران مروح الصباح فرحان بروحه وعجباتو. وي استعرف بها، قال لك خدام رجال سيدهم هكذا من يستنوض بكري تخدم على روحه. انا لا غالب، انا هكا داير لا غالب، انا واش عندي لا غالب. عطيني وجهك. بويما انا راح نريح شويه، الا سقسك بابا بالك يا قولي له كنت بايت هنا في الصالون تحتاني. اوكي تعيشي صح. تحسبها تدخلني الجنه نتايا؟ سي مهم خلاص. بون نروح نرقد، واش نقول لك دوك بونجور ولا بونوي ولا واش؟ ما تقولي والو، روح عليا، روح روح ترقد، روح امشي. صحي اقعد تبع في الجياح حتى تجاح وتخسر كيفهم. اخي حالي اخي طول هذا الكبر، واش راح ندير له انا درك؟ هلا نحيوه كامل. لا أيوة هاكدك، هذا الحشيش هذا فيه فايدة كبيرة للبقر، منه ماكلة منه لانجري. اسمعوا لموه كامل ديروه في جهاد وكنبعد التراكتور يدير فيه. يا ولد ما تنساش المضرب هذاك. عليها السي الحسين. خلينا من السي الحسين هذه، خلونا من السي الحسين. عمي واش نهاد السي هذا؟ بون انا نروح نضرب طلع على البقر ونجي. هيا تهلاوه. مالي يا سي الحسين مالي؟ هيا صح روح الله يسهل، كون مهني انا قايمين به. هيا صح، ما تنساش المضرب هذاك يا ولد. صح ايوا هيا من بعد هيا. ربي يعاونكم. اي ربي يعاونكم. ليش ما زلت مع العجل هذا؟ ها؟ شفتي شرب الحليب مقبل؟ هذا على جالو خسرت بقرة تاع 20 مليون، كرميتو في الواد ماشي خير. هذا شوف دوك يكبر، تولي هدرتي. والبقر مازال ما خرجتهمش. شوف نخرجهم ما تقلقش. هيا يلا ما تضيعش وقتك معاه. زود شرب. هيك زود شرب. شرب. شرب واحد
شكون دارها؟ هاي جات لي دارتها. عجبتك سيدي؟ الصحة. سلمك. وين تاشا معها زميا؟ نعم. ليه تاشا معها؟ كتر خيركم انني تعشيت من قبل. بصحتكم. قعدي تعشي معنا. والله غير شبعانه سيدي كتر خيرك. لا لايك على بالك حطيت القاطو في الكوشه ولازم نروح لا يتحرق. معلش روحي روحي. نعم دايما. يعطيك الصحه سمير. سينادير ما كنتش في الدار البارح ما كنت؟ اه جاوبوا لبيتي؟ البارح البارح كنت في العاصمة. عاصمة؟ الناس يروحوا للعاصمة في نص الليل. واحد صاحبي كان طاحهم بان عيط لي راح تودي بان صاحبك طاحهم بان 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 ديسونس مريم اعطيني شويه خبز تفضل طاحهم بان ديسونس مالا دوك تشوف انت كيفاش طيحهم بان ماشي غير اون بان ديسونس طيحهم بان كاع كومبليكي ما راك فهمت غدوة صباح عندك خدمة مع اخوك في الكوري راني مخلي لك زوج بقر باش تحلبهم ولي بلونت تاعك راه عند الباب بلوش ديالنا هيا بصحتك بيع البقر صاحبي بان ديسونس اش تشوف معايا روح عاون خوك عاون صاحبك ما تعاونش خوك مليحه الخدمه راه واجد ايه راني جاية صحي ماكو باباك عم يستناو فيك على الطابلة قلت لك راني جاية ايه كما تحبي اقول لك صح والله ما قدرت نصبر خلاص استنى شويه نتلايمو كامل ونتعشاو واقيلا عندك الحق بلاصه راه الماكله ما تحلاش ايه بنتك من عينيك قوليها وعاوديها تخمم وتزيد ايه على بالك والله غرقتيها بصح لو كان جيتو صح كيما راكو تقولوا تعطوني متباصه ديالكم هاكي كامل دي كلش استناي نزيد لك اسيدي ها صحيت جدينا جدينا سمنا مشوشة شوية مليح ليك كلمه فيك رباح حكولك لي لغن الله يبارك ليكسبيرونس 20 سنة 20 سنة ليكسبيرونس ميت لاك لعمري 23 سنة 23 ans, depuis 23 ans, soyez fidèles à Outma Amina, soyez tseroaka, des fois tseraka kalif marie, oui, l'un des négatifs, l'un des sdels,
لاني قال يحملني سلسل سوا لي لاكويزين سوا لاتسي لاكا سلسل ديك ماري فينيتو ما قدرش اليوم والله ما قدر ماشي كيفاش نخاف بابا قرر نخاف بابا انا دراري ولا ماشي ما من بعد عندي واحد ما قدرش خلي خطا اخرى خلاص والله سيري والله ينقولك ما قدرش هو امبوسيبل او صح جات راهي تما اوكي شوف خليها لتما بالك تروحها هذا 13 لا هذه جايه دوك نتلي بيرا ونجي اوكي صح بينغو شنو تعمل الجيران؟ ما شاو لحتى واحد وكاين اللي يخدم في العسل وما لحس سمعو يا عمي الجيلاني الى سمعو ماشي بالصندوق وزيد بزياده فكره يخلص فينا واش مخلص راك تهضر عليه يرحم باباك الزوج فراك اللي راهم يمدوهم لك تقول شهريه انا ما يشدوليش حتى 15 يوم يا خويا انا كنخلص يا خويا نقول يزيد لنا خلي شي ينزل في بلاصتو لا بالله واش بيوم هذا ثاني قول له على روح حد واش راك دير واش راني دير حيت نحيتك داي سبع داي بس ولك حيتك نغطلك برك انا حيتك برك واش كاين واش كاين حقولوني كيف حقولوني تهموني بلي ديت الصندوق تاع الحل ما كاش منها ما تهمنهمش واش كاين ها قولوا لي قولك واش كاين ها واش نحيلوا لهم نيت ما كاش منها كذابين حقارين استغفر الله معليش هيا كل واحد يروح لخدمته وانت امشي معايا من جلال هيا يلا حقارين شنو هذا صاحبي واش كاين حقروني تهموني بلي تصادوا بالحل وما كاش منها حقروني كي هدفت الحق وقلت لهم بلي كان يعجب لي يخدم في العسل وما يلحس صباعه واش معناتها هذه الجلالي الشهريه اللي راني نعطيلك ما كفاتكش واش تكفي يا راجل 15 يوم ما تشدها لي بصح علاش الاخرين ما يشتكوش ماشي ما يشتكوش خافوا منك خافوا لو كان يهضروا تحاوزهم من الخدمه خلاص شوف الجيل اللي راح نقي روحك بدل حوايجك وروح للدار وغدوه بلي تخدم كل ما صرا والو انا ندبر راسي صح يرحم والديك الله يستر حقا قولوا لي انا بالك مع الخدمه ومشاكل تاع الفيرما نسيت شحال راكم تخلصوا 60000 من الحسين 60000 60000 في النهار في النهار ايوه
مالا شوف مليون تولوا تدو 100,000 واش تقولوا فيها هادي؟ ها؟ يا عمي حسين بارك الله فيك. هاي بارك الله فيك عمي الحسين. هاي روحوا تخدموا الله يسهل عليكم. هاي ربي يعطيكم الخير. هاي الله يسهل. صافا لاباس ما خصك والو. الحمد لله كثر خيرك. تشربتي زانا؟ اه دوك نوجد لك. هادوكا عمدان بالبيرات تحبي تشري بيهم ولا تحبي تحرقيهم؟ كتر خيرك سي احمد والله ما راني محتاجه حتى حاجه خيركم راه مغرقني انا انسانه ما نخرج وما نشري ما عندي حاجه في هاد الصوالح وزيد مع الازمه اللي راك سميها اولا هذه سي احمد مزيش تعطيها يا لي احمد نجي هما ازمه ما نحبش تهضر عليها انت عمرك بلي نعسك بزاف ما نحبش عليك واش ما يخصك راني هنا لا شدي مزيش تهضري خيرك سي احمد تي زانا مليحه بصح نقصها تكون نعاودها لك انت سمعي لاخر انت من اهل الخير واش نادر وين بها بسم الله الرحمن الرحيم وين خرجت لي انت وين بها اني رايح نشطح تسلي نشطح وقدرت تهضر مع خوك الكبير انا ما نعرفش كيف يهضروا مع خوتهم الكبار لا تعرف انت نتعلموا منك اسيدي هاي كيفه شوف حمد انا في عمري 27 سنه لا انت لا باباك لا يمك لا البقر تاعكم لا العود ولا البغل هذاك اللي تربي فيه يسالوا فيا حتى
حتى واحد ما يقول لي وينك داخل وينك خارج وينك رايح ولا منين جيت. فهمت؟ انا كبير ونعرف صلاحي. تساعدك. انا ما قلتش ما تعرف صلاحك بصح خمم مليح. خممت طريبيا وعلى بالي واش راني ندير. صافا ماذا بصحتك؟ الله يسلمك. طريق سلامة. تحب تجي معايا روحة؟ صحتك ما تحب. وليدي صح بابا لاباس وانت واش راك راك مليح؟ صافا. قول لي يا عمي تحبين نسقسيك كيفاش جاز نهارك اليوم؟ الحمد لله كما قال لي يا مات. انت كي كنت في الجامعه ما كانوش عندك صحاب؟ كانوا عندي صحابيه. وكيفاش درك معليش نشوفك تلاقاهم نشوفك معاهم مش كاين؟ ايه كبرنا وكل واحد دوله يبهمه. صح صح هذه هي الدنيا. المهم شوف غدوه ما نحبكش تروح المزرعه خط موبيل وراح تحوس ناحيه على خاطرك داكور. ومش مناسبه؟ ايوه دو كيفاش دو كل حاجه لازم لها مناسبه. انا نعطيك النهار تاع غدوه ريح فيه راح تحوس داكور. ولا راك تخمم على العجل هذاك؟ انا سكلف به العجل ابك لازم باش ياكل. اسمح لي بابا لازم مره اسمح لي. لا يا ربي عاش تتني سوش معاه بلاش. ما تقوليش دوك تزيد شوية وتروح. الله غالب ما جبيت خويا وبابا مدارين عليا العسى مع قابيات اللي ما تفهمش عليها. ماشي عيب واحد في عمرك وبقدرك وبقيمتك يخاف من باباه ولا تخاف على دراهم باباك؟ بقاش قد اللي فات قضيت وقت صبري برك صبري. واش نصبر واش نصبر؟ هي اسمع سارة ما بانش كاع اليوم. يا هادي كبر علينا واش تقول كيان؟ ترقد ترقد
حمد وي عم تعود الضيافة. صافا صافا كيف جابك؟ شفتك ما سقسيتش عليا جيت نشوفك. راني مشغول فيا. معليش ربي يعاونك. احمد واش بيه وجهك مصفار؟ عيان وانا روطا لازم نكمل. معليش ربي يعاونك. والو شكاين؟ سارة تجيبي فولاد؟ انا ما غراني عيانة حبيت نروبوزي شوية. لما بيدرو متوحشك وبتاع يا انت يا هايا بخلاف اليوم. صبي راسك كي غير تفني غير عيانة. أكتب محبتي. أعرفك كاز أياك شنو دي؟ أنت أكثر شي عايش وشي بالطايش. قالتها بخدمتك ما قالتهاش بالناس يا راجل. علاش نطي قبالة اليوم العجين؟
خفت نقول لك تحكي عليا. تقولي ليش برك نمتيها؟ ماشي انا عمك حسين بيتي هترف بالشخشوخه، قال لي عندي مده ما كليتهاش. عنده الحق، صح عندنا زمان ما درناهاش. بصح لالا عندك البيت راه وراكي تقتلي روحك في العجين. انا العجينكم ما نحطش فيه يديا ما نحسلوش، ولفت هكا على بالك لالا. نسيت هذوك قبل ما يشرطوا لا ماشينا لافي يشرطوا البيتخا. هذوك نسيت هذوك، بصح انا من تاع بكري. لا لا انت تاني تمازك صغيره وشابه وحلوه. شوفي انا قلت ندير العجينه تاعي وانت درينا لاصوص تاعك الجبنين نحبها. بصح على بالك انا نديرها حاره بزاف. معليش انا نموت على الحر. صح. شوفي روحي لبرا للجنان خير زوج جاجات وشوفي العسل تباعهم لك وخيريهم سمانه. ماليه لالا. بصح لالا هذيك نحيها لك ولا مانيش انا اش فاي عليها.